أحمد، كيف يبدو المشهد من الجانب المقابل في الجليل الأعلى بعد دوي صفارات الإنذار اليوم، وكيف تبدو تحركات الجيش الإسرائيلي هناك؟ يعني القصف المدفعي لم يتوقف، هناك استمرار لهذا القصف المدفعي لأهداف تحديدا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، إضافة للغارات التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر لاستهداف بنية تحتية يدعي بأنها تابعة لحزب الله. ويتم الإعلان في الأيام الأخيرة عن أسماء البلدات بعينها مثل يرون، كفر كلا، حولة وغيرها من البلدات التي تتعرض لقصف عنيف وغارات عنيفة من الجيش الإسرائيلي. الحدث الوحيد الذي جرى هذا اليوم وفقا للإسرائيليين هو إطلاق صاروخين اثنين مضادين للدروع نحو منطقة شلومي في الجليل الغربي، وأصاب الصاروخان مبنى وهناك أضرار فقط مادية دون أضرار بشرية، ولكن هناك انتقاد من الإسرائيليين وتحديدا من المجلس المحلي لمنطقة شلومي لهذه الأوضاع المستمرة والمتواصلة على الحدود الشمالية، ولكن لا تعقيب إسرائيلي حتى هذه اللحظة عن حديث حزب الله عن استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين في منطقة زرعيت. لا تعقيب لا من الجيش ولا حتى من الإعلام الإسرائيلي. هناك التحركات على الحدود الشمالية هي مستمرة منذ 8 أكتوبر، لم تغير إسرائيل كثيرا من تمركزها على هذه الحدود، إذ دفعت بأقوات عديدة وبكتائب قتالية وأيضا بجنود من الاحتياط الإسرائيليين إلى هذه الحدود خشية من توسيع الحرب أو توجيه ضربة واسعة لحزب الله. ولكن إسرائيل في الأيام الأخيرة نلمس بأنها معنية بتوجيه هذه الغارات العنيفة للحدود وللبلدات في الجنوب اللبناني، في مقابل بالانخفاض في وتيرة ضربات حزب الله وهجمات حزب الله عن إلى 4 استهدافات وفي بعض الأحيان 5 استهدافات وهي بوتيرة أقل. وهناك أيضا اعتماد على المسيرات المفخخة أو حتى المسيرات التي تكون مخصصة للمراقبة وللرصد من قبل حزب الله أكثر من الصواريخ المضادة للدروع أو من الصواريخ العادية التي يطلقها عناصر حزب الله نحو الجليل الأعلى والجليل الغربي في إسرائيل.